اختتم اليوم الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني هارون محمد هارون أعمال الورشة التدريبية لصالح مهني الصمغ العربي بتشاد. الورشة كانت حول فنون وتقنيات تحليل عينات من الصمغ العربي وضمان سلامة الجودة قبل تصديره إلى الخارج. هارون أب آدم والمزيد من التفاصيل. يعتبر الصمغ العربي من أهم الموارد الغابية الداعمة للاقتصاد في بلادنا، وقد كان يصنف الصمغ العربي التشادي بالجودة من حيث النوعية بعد جمهورية السودان، إلا أن هذا القطاع الحيوي يفتقر إلى الآليات الكفيلة بتحسين وزيادة إنتاجيته. ومن أجل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المصدرين للصمغ العربي، حيث نظم مركز مراقبة المواد الغذائية سيكوكدا دورة تدريبية لتزويد الفنيين بمعلومات وتقنيات جديدة لتحليل عينات الصمغ وتوعية التجار بالجملة لزيارة المركز أو عرض بضاعتهم لإجراء تحاليل الجودة والضمان قبل نزولها إلى السوق العالمي. وقد أنهى المشاركون أعمالهم بصياغة بعض التوصيات أبرزها غرس الأشجار المنتجة للصمغ العربي بنوعيها الكتر والطلحة في المناطق التي تلائمها من حيث البيئة، الترويج لتجارة هذا الإنتاج وتوفير المرافق الخدمية، مواصلة التدريب الفني للالتحاق بتطورات التكنولوجيا من أجل مواكبة المعايير الدولية للجودة والمقاييس. صمغ تشادي له أهمية شيء، ممكن تكون الدولة الأولى في إنتاج الصمغ، لو له أهمية من جانب الحكومة أو من جانب المصدرين أو من الشركاء، وفروا لنا مخازن أو وفروا لنا سيارات بتاعت نقل أو وفروا لنا محلات ممكن نقدر نحط فيه الصمغ بدون ما يواجه أي مشاكل بتاعت تلف. والصمغ العربي من الموارد الأولى في جات ممكن تصدر، وممكن يكون في عائد كبير زيه زي البترول والثروة الحيوانية والأشياء الأخرى اللي ممكن تستفيد منها جات وتنقش الاقتصاد الجادي في أوقات أو في موسم التصدير. الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني هارون محمد هارون فقد وصف هذه الدورة بالأولى من نوعها، والتي ستمكن المشاركين للإسهام في تطوير تجارة الصمغ العربي لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تنويع دعائم الاقتصاد ومحاربة الفقر في الوسط الريفي. وقد أكد أن هذا المركز يحتوي على معمل مجهز بمعدات حديثة وأجهزة المراقبة التقنية، لذا يجب على مصدري الصمغ العربي التعامل مع هؤلاء الفنيين لرفع مستوى الإنتاج وكسب ثقة العملاء بالسوق العالمي.